واحده من الحاجات اللي برضو اللي تزعل هي حمله التهكم، انا هسميها حمله التهكم على مروان محسن، ومش عارف اشمعنى مروان محسن. يعني انا يعني انا معاكم ان مروان محسن مش في افضل مستوى فني ليه، ومعاكم ان مروان محسن عدد اهدافه قليل بالنسبه لمشاركاته مع النادي الاهلي في السنتين ثلاثه الاخرانيين، لكن ايه 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 التهكم ده، وايه الشماته دي، وايه الوصول لدرجه ان انت الناس بتعمل عليه كوميكس وبتاع؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنعمل في الناس كده؟ الراجل لعيب محترم عمره ما طلعت من بقه مشكله، ولا راجل، وراجل بيقاتل في الملعب في كل دقيقه بيلعب فيها، كره مش ماشيه معاه لسبب او لاخر، انا مش هي دي قصتي، لكن ليه ان احنا بنذبح لعيب؟ ليه بنذبح لعيب راجل مؤدب وراجل محترم، راجل بيموت نفسه كل يوم في التمرين، بينزل الملعب بيحاول يموت نفسه، ليه بنذبح ولد من ولادنا؟ انا مش مصدق حجم الغل والكراهيه اللي موجود عند البعض. واللي مجنني، اللي مجنني ان ناس كتير بتنزل الكوميكس دي وحمله التهكم دي على مروان محسن اهلاويه كتير جدا، اهلاويه كتير جدا. اتقوا الله، يعني حرام، يعني الراجل خلينا نقول ان هو وحش، طب ما حتى لو يمشي من الاهلي يمشي باحترام ويمشي بين الناس كلها بتحترمه، ان هو راجل حقق بطولات للنادي. الراجل لا خانك ولا راح نادي تاني ولا حاول يتفاوض مع نادي تاني ولا عمل ايه، وحش. انا معاكم ان مروان وحش، انا كلمت مروان امبارح اول ما وصلوا المطار، لان انا بحب مروان جدا. مروان غير ان هو انا عارف ان هو راس حربة كويس جدا، لكن الظروف مش مساعداه، ما اعرفش ليه، هو اللي لازم يدور عليها. لكن ولد محترم، ولد مهذب، ولد يعني عمره ما بيغلط في حد، وراجل بيجي كل يوم التمرين، انا كنت مدربه في الاسماعيلي، بيجي كل يوم التمرين اول واحد ويمشي اخر واحد ويتمرن كويس وعلاقته كويسه بلعيبته، وراجل بتقول له اقعد احتياطي يقعد يلعب يلعب ينزل خمس دقائق ينزل. راجل اتقوا الله، الناس اللي بتعمل الكوميكس بتاع، انا مش فاهم انتوا استفدتوا ايه، يعني ان انتوا تذبحوا ولد مصري، ولد سيبكم مصري مش مصري ما تفرقش معايا، ولد مؤدب، ولد محترف، ولد بروفيشنال، ان انتوا الناس اللي بتعمل الكلام ده على سبيل الهزار وعلى سبيل ان هي كده دمها خفيف، لا انت مش دمك خفيف خالص. على فكره الرجوله ان انت ممكن تتريق على واحد وهو في عز قوته، انما وهو واقع، وهو واقع وانت بتذبحه وبتدوس عليه، ما فيهاش اي حاجه فاني يعني خالص، ولا فيها اي حاجه فيها خفه الدم. والناس اللي هي بتطلع تقول لك انا والله احلى حاجه عجباني الكوميكس اللي هي بتاعت على مروان محسن وبتاع، كلها ناس مفتريه ومش هيشوفوا خير في حياتهم، والله ما هيشوفوا خير في حياتهم. اللي بيتعمد ايذاء بني ادم ده وهو واقع، يعني مروان يعني الراجل ده تعرض لحجم اهانات وحجم تريقه وحجم تهكم في الفتره الاخيره غير طبيعي، غير طبيعي. هو عنده يعني جزء ايه غلط عنده، ان هو ان هو مش قافل ودانه، لكن هو في الاخر برضه بني ادم. حرام عليكم الناس اللي بتطلع تتهكم على مروان محسن ليل ونهار، وبتنام بالليل تعمل كوميكس ورسمات ومش عارف ايه بتاع، انتوا استفدتوا ايه؟ استفدتوا ايه؟ يعني الراجل اول حاجه معلش، يعني هو مروان محسن ده اصيب وقعد سنة وي ما بيلعبش كورة، والسبب الرئيسي في تدهور مستواه الرئيسي هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ هو الراجل اصيب وهو بيمثل منتخب مصر، يعني مروان محسن ما جالوش قطع في الرباط الصليبي وهو بيلعب دورة رمضانية في مركز شباب. الراجل كان بيقاتل مع منتخب مصر واصيب وهو بيمثل منتخب مصر، وعلى فكره وده السبب الرئيسي في تدهور مستواه من ساعه، على فكره رمضان قبل ما يعمل الصليبي كان ماشي كويس جدا مع المنتخب مع الاسماعيلي واول ما راح الاهلي، والدليل على كده ان النادي الاهلي راح اشتراه ب 10 مليون جنيه في الوقت لما كانت 10 مليون جنيه 10 مليون جنيه يعني، صح؟ الراجل اصيب فين؟ وهو بيمثل بلده، على الاقل نحترم دي.
على الاقل نحترم ان هو راجل السبب الرئيسي في الكسره اللي حصلت له، تدهور مستواه، ان هو راجل قاعد على الاقل 14 شهر ما بيلعبش كوره، ما بيلعبش كوره عشان خاطر راجل كان بيقاتل مع منتخب مصر. نحترم دي بس. فده يعني كلام كان في اليومين اللي فاتوا يعني زعلني، ان الناس في عز الفوز، في عز النشوه، وفي عز وانت تالت العالم، بطلع حاجه بتريق على راجل. ايه الغل ده؟ ليه كده؟ ليه الحقد؟ ليه احنا وصل بينا الامور وصلت بينا لكده؟ فمروان محسن رغم ان هو بيمر بمرحله فنيه سيئه في الكارير بتاعه، انا بعترف ما بقولش حاجه، هو على فكره هو نفسه بيقول كده، الا ان هو يستحق الدعم من الناس المحترمه، يستحق الدعم من الناس المحترمه، ويستحق الدعم من الجمهور اللي فعلا بيحب الاهلي، وللناس المصريين اللي لازم يقدروا ان الراجل ده اتعور مع منتخب مصر، وده لازم كل واحد قبل ما يكتب حاجة عن حد او يتهكم على حد في السوشيال ميديا لازم يعرف ان الكلام ده كلام مؤذي، كلام مؤذي، في ناس ممكن نفسيا تتأذى بالكلام ده، ومش يأثر عليها في الكارير بتاعه بس على فكرة، لأ، ممكن يأثر على حياته الشخصية، ممكن يأثر على عائلته، يأثر على كل الناس اللي حواليه. اوعى تفتكروا الكلام اللي انتوا بتقولوه على مروان محسن او الكلام اللي انت بتقوله على فلان او على فلان ده بيأثر عليه بس، لا، بيأثر على ابوه وامه واخواته واصدقائه المقربين ومراته واولاده، بيأثر على كل الدايرة دي. فالناس قبل ما تكتب حاجة تتقي الله وتعرف ان الموضوع ما فيهوش اي علاقة بالكوميديا. انا بصراحة لما بشوف حاجة مكتوبة على مروان او رمضان او شريف اكرامي او بتاع، عمري ما ضحكت، مفيش اي حاجه تضحك خالص. الرجوله ان انا اتريق على واحد وهو في عزه، اتريقت عليك عادي، ايه المشكله، اتريقت عليك مفيش مشكله، انما مش الرجوله ان انا اتريق على واحد وهو واقع في الارض، وهو واقع في الارض انا بغزه زياده وبغز كل الناس اللي حواليه. فارجوكم الناس لازم يبقى عندها نحترم بعض يا عم، حتى لو انت بتحبش فلان، حتى لو انت شايفه لعيب تعبان بتاع، احترم ان هو راجل لعيب في ناديك، او احترم ان هو راجل حتى للانديه المنافسه ان هو راجل اصيب مع منتخب مصر. بس دي رسالتي للناس، نحترم بعض، ايه المشكله؟ يعني 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 ليه 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 حاج ليه الغل ده؟ راجل ده ضيع بينالتي، ايه المشكله؟ ما كل لعيبه العالم ضيع بينالتي، بتضيع بينالتيز، احسن لعيبه في العالم. الراجل الماتش اللي فات ماتش السيتي وليفربول، الراجل جندوجان، الراجل نجم الفرقه النهارده، حاطط بينالتي غريب جدا، شايطه في حته يعني شايطه في السماء، عادي، مش هو يعني او ضيع فرصه، او كان كلنا ضيعنا فرص، كلنا ضيعنا ضربات جزاء. فاتمنى ان الحمله الممنهجه للتهكم على مروان محسن ان هي تقف. ساعات كده يعني حاجه جات لك وقفها عندك، حتى لو انت اللي مش طلعتها، ما انت مش انت اللي طلعت منك، وقفها عندك، اعتبر يا عم ان ده ثواب، لان الكلام ده الراجل ده بيتأذى نفسيا بالكلام ده، واهله بيتأذوا نفسيا بالكلام ده، وقفها عندك لما تجيلك تبعت لك، وقفها عندك، او ابعت اللي بعتها لك، لا والله الموضوع ده مش كوميدي خالص، انا مش ما ضحكتش، الراجل ده راجل بيمر بأزمة، وحتى يا عم انا لو مش هدعمه انا مش هتريق عليه بس، وسيبوا الراجل يشتغل ويقاتل، يمكن يرجع مره تانيه. ده فيما يخص النادي الاهلي وفيما يخص مروان محسن. طبعا النهارده التراجي كسب تونجيت السنغال 2-1 في مجموعه الزمالك بعد ما كان متاخر. والحقيقه لازم اقول ان يعني كان في مجامله تحكيميه النهارده صارخه لفرقه التراجي. والترجي طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه وفرقه من اكبر فرق افريقيا، يعني كل الاحترام للترجي، لكن النهارده كان في مجامله تحكيميه كبيره جدا للترجي، ودي مجموعه الزمالك. وفي نفس الوقت الزمالك امبارح بيعاني من التحكيم وسوء التوفيق. الزمالك امبارح بيعاني من التحكيم وبيعاني من سوء التوفيق الرهيب اللي لازم الزمالك يدور سوء التوفيق ده امبارح كان موجود ليه، ومش اول ماتش،
النهارده لو انا راجل مسؤول جوه نادي الزمالك، عدد الفرص الضايعه دي، ضربه الجزاء طبعا بتاعه الترجي، ولو حضراتكم اتفرجتوا عليها كره ما يعني ما لهاش اي علاقه ببنالتي، يعني ما لهاش اي علاقه ببنالتي، كوره الراجل بيطلع الكوره جت في ايديه وهي جنبه، مجامله صارخه للترجي التونسي من قبل التحكيم الافريقي. ده غير بقى ان الترجي اصلا صعد في مباراه الصعود في البلاي اوف اللي قبله، اللي بيأهل للمجموعات، بمجامله صارخه من التحكيم. انا بقول لكم دي الحقيقه اللي قدامي، الكره اللي قدامكم دي مش بينالتي. يا جماعه جيبوا لي الكره تاني بس بعد اذنكم. الكره دي مش بينالتي، مفيش اي حكم في الدنيا يحسبها. للاسف التحكيم في افريقيا فاضح، فاضح. يعني اي حد